ضد الطرف الآخر في الحكم مهما فعل. فبالتالي في هذه الحالة ظهرت الصورة واضحة جدا أنه لا أمل في أن يؤمن أحد الطرفين بفكرة الحوار، فبالتالي المبادرات تصبح عديمة الجدوى. فمن هذا المنطلق تم سحب فكرة المبادرات تماما، إلا عندما هو طبعا الحوار هو الحل النهائي للعمل السياسي، ولكن في النهاية لابد من وجود قواعد أساسية للحوار. الطرف الذي يتبنى العنف ويعطي غطاء سياسي العنف ويدير العنف من مقراته لابد أن يعلن صراحة أنه لا ينبغي أن يكون العنف وسيلة لإدارة الفعل السياسي. طب الحوار لابد له من قواعد كما وضحت. صحيح. يعني مؤسسة الرئاسة المعنية الآن يعني تفعيل الحوار، هل وضعت هذه الأسس أو هذه القواعد وبالتالي تصبح الإدانة واضحة للطرف يعني الآخر؟ إذا طبعا في أخطاء من الطرفين، ولكن في الآخر مؤسسة الرئاسة طرحت فكرة الحوار وتعالوا نتكلم على الهواء. وتروح اتكلم واعرض ما تراها صحيحا او خاطئا كما تشاء وانسحب، يعني لا تقبل الحوار قدام الناس كلها. ما هو بغض النظر حتى الاطراف اللي لم تحضر وبعدم حضورها ايضا قالوا لا تمثل الا نفسها، وجودها في الشارع ضعيف. وحصلت فعلا جلسات الحوار واذيعت على الهواء، ماذا قدمت؟ لا، القضية في فكرة الطرف المعارض الذي يدير عملية العنف في الشارع. الطرف ده لازم يعني يؤمن ان مفيش حته في الدنيا الصراع السياسي بيتم بيها بالمولوتوف في الدنيا كلها، لم يحدث. والعمل الثوري ده عمل مجتمعي مركب، يعني بتقوم به المجتمع كله بيتحرك عشان يخلق حاله ثوره لرفض النظام السياسي. الحقيقه النظام السياسي لم يتشكل بعد، فاللي حصل ده ليس ثوره ولا محاوله خلق ثوره، ولكن في النهايه صراع سياسي. الطرف اللي بيدير العنف يا دكتور عمرو في الشارع حتى الان مش عارفينه او لم نضع ايدينا عليه طبقا لتحقيقات او بيانات رسميه او تاكيدات قانونيه او يعني انا باعلن ان انا هعمل مظاهره في المكان الفلاني وبعدين يحصل احداث عنف دمويه وناس تقتل ودم يراق، وفي الاخر انا بقول ما انا مش ماليش دعوه. طب انت شايف، انت عارف، وكل المؤشرات كانت بتقول ان في دفع للعنف سواء منك او من غيرك، وفي اطراف داخل جبهه الانقاذ كانت موجوده وصورت في داخل المظاهرات وهي بتدعو الى العنف وبتحث عليه. ضمنيا افهم من خلف حضرتك انه انت تدين الدعوات التي تخرج من جبهه الانقاذ للتظاهر السلمي ليقينهم او لتاكدهم طبقا لوجهه نظر حضرتك انه ثمه عنف سيحدث في هذه التظاهر؟ انا اختيار التظاهر هو حق دستوري مكفول للجميع، ولكن في اختيار الاماكن، يعني ما هي الحكمة في التظاهر عند مكتب الإرشاد؟ إيه هي القيمة اللي هتضاف للعمل الثوري أو للثوار أو لجبهة الإنقاذ في التظاهر عند مكتب الإرشاد؟ إيه هي القيمة؟ طيب أنت رايح تعمل كده هل علشان تدي رسالة معينة سياسية؟ طب ممكن تديها في أي مكان تاني، ليه المكان ده؟ ما ميدان التحرير وميادين مصر كلها. يعني هو طبعا انا مش الطرف الثاني، بس انا اتواصل مع حضرتك. يعني اتفضل. التظاهر امام هذا المكان بالذات يعني ابعث برساله من وجهه نظرهم لابد من تواجدهم في هذا المكان لايصال هذه الرساله بعينها. ما هي هذه الرساله؟ ان وجهه نظرهم ان الدوله تدار من هذا المكان. وهل انا اقول ان الدوله تدار من هذا المكان؟ يتظاهر عند هذا المكان ولا تظاهر في اي حته ولا كتابه مقال او في اي برنامج تلفزيوني ستحقق نفس الغرض؟ اذا فالتظاهر عند هذا المكان هي الدفع في اتجاه العنف. والحقيقة ان في محاولة لخلق دائرة مستديمة من العنف في مصر للقضاء على اي استحقاق للشعب المصري، لمحاولة تأخير عملية بناء اعادة بناء الدولة بشكل تاني، ودي حاجة الحقيقة مش مفهومة. الاليات الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها ان نصل الى الديمقراطية. نعم. بالتالي انت ترفض الاليات الديمقراطية، انت تستدعي القوات المسلحة مرة اخرى لحكم مصر، ودي حاجة يعني ظاهرة يعني تاريخية ان القوى التي تدعي انها قوى مدنية تدعو الجيش للحكم الدولة مرة اخرى نكاية في طيار اخر هو طيار الاسلام السياسي. يعني فدي حاجة دي ظاهرة اعتقد هتدرس لفترات طويلة يعني. طيب من بين كل رموز المعارضة حزب الوسط او طبقا لما بين يدي من معلومات الاستاذ عصام سلطان نائب رئيس الحزب اختص دكتور محمد البرادعي بشكل ادانة واضح وصريح. اكثر من ذلك ذهب الى ان هو يعني في سبيله لذمع توقيعات شعبية لسحب او مناشدة دائرة جائزة نوبل لسحب الجائزة من دكتور البرادعي. هل يعني ذلك انه الحزب لديه ادلة قاطعة الثبوت بإدانة دكتور البرادعي في هذا بيان الحزب؟ لم يذكر احد، لم يذكر اسما بعينه، يعني هو بيان ذكر توجهات. ده على موقع الاستاذ عصام سلطان او على يعني على الاستاذ عصام سلطان على الفيسبوك. بالتالي الاستاذ عصام قد يكون عنده معلومات مش موجوده عندنا، بيطرح فكره رفض العنف بشكل اخر، لكن البيان الرسمي لم يتعرض لاي اسماء في جبهه الانقاذ.
لكن انت حضرتك ما عندكش معلومات كافيه بهذا الامر، هذا الامر يسال عنه الاستاذ عصام سلطان شخصيا. طيب هل معنى اتخاذكم هذه الخطوه لانه البعض بيراها انحياز لمؤسسه الرئاسه بشكل او باخر؟ صحيح. وده بينفي وسطيه حزب الوسط من وجهه نظرهم. هو الحقيقه الوسطيه لا تعني ان هو في المكان الوسط، الوسطيه تعني الحق والعدل. ومن الحق والعدل ان ندافع عن اختيارات الشعب المصري. الشعب المصري اختار رئيس جمهوريه لاربع سنوات باليه ديمقراطيه صحيحه، ومؤسسة الرئاسة أحد المؤسسات اللي في الدولة اللي بتقود الدولة هذه الفترة وتحاول الوصول بها إلى الخروج من الأزمة اللي احنا فيها. فبالتالي احنا ندافع عن مؤسسة الرئاسة مهما كان الشخص الموجود في منصب رئيس الجمهورية، لأن ده اختيار المصريين. نحن ندافع عن اختيار الشعب المصري، الاختيار الحر الذي أتى بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. لو أتى بأي حد آخر كنا هنقف جنبه ونساعده حماية الشرعية واحترام لدولة القانون. ومين من الجبهة الإنقاذ نال مقام رئيس الجمهورية، أو يعني قال إن رئيس مرسي مش رئيس الجمهورية؟ لا، الحقيقه حضرتك بتقول احنا بندافع عن مؤسسه الرئاسه، حضرتك بتدافع عنها فعلا، لان ما في حاله هجوم شديد جدا. لا، هو الحقيقه جابت الانقاذ اعلنت صراحه انها تريد انتخابات رئاسيه مبكره، يعني كل التوجه على حاجتين: تاجيل الانتخابات البرلمانيه، لان بعض الرموز جابت الانقاذ تقول ان الامور غير مناسبه للانتخابات البرلمانيه، ولكن في نفس الوقت مناسبه للانتخابات الرئاسيه. يعني الانتخابات البرلمانيه اللي فيها 500 عضو سينجح وفيها الاف المرشحين هينزلوا، دي مش مشكله، ولكن شخص قدام شخص هي المشكله. القضيه ببساطه جيده جدا انهم في بعض القوى الموجوده في جبهه الانقاذ لا تريد النجاح لمؤسسه الرئاسه لاسباب يسالوا عنها يعني. ونجاح مؤسسه الرئاسه في المقام الاول اعتقد هو نجاح لكل المصريين. ففكره الضرب القوي والمستمر في مؤسسه الرئاسه التي جاءت باختيار الشعب المصري هي يعني علامه استفهام في العمل السياسي. انا ارجو بس من حضرتك تضع السماعه في ودنك، لانه معنا اتصال هاتفي مش هتسمعه الا من خلالها. دكتور مدحت خفاجي، عضو حزب الدستور. اهلا بك يا دكتور مدحت. اهلا بك. اهلا وسهلا. دلوقتي اصبح عندنا يعني اتهامات واضحه وصريحه للدكتور البلدعي طبقا لما اعلن على صفحه الاستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتلبس قيادات الحزب ممارسة العنف صوتا وصورة. ده هو بيبني الكلام ده وفقا لتدوينه دكتور بلدعي. ايضا الاستاذ عصام سلطان متبني وجهة نظر يعني جمع توقعات شعبية ومخاطبة دائرة جائزة نوبل في السويد لسحب الجائزة من دكتور البلدعي. ما تعقيب حزب الدستور على كل ذلك؟ والله هو يعني لازم الاستاذ عصام سلطان يفهم ان مش السبب اولا جبهة الانقاذ والدكتور البغدادي اراءه بتعكس اراء الشارع المصري وليس العكس. يعني هو جبهة الانقاذ بتلهس وراء الشعب المصري. الشعب المصري ده بيتصرف كواحد سياسي عمره 7000 سنة، وهم مصرين على الناس اللي بيطلعوا في الشارع دول بلطجية. نعم. فين الشعب المصري اذا كان ده البلطجية؟ ان اللي موجودين في الشارع دول بلطجية، طب فين الشارع المصري بقى اللي هو انتخبهم ما بيدافعش عنهم؟ ولكن الاهم، انا معذرة بقطع كلام بس الوقت محدود، ولكن النقطة ربما هي الاهم في حديثنا ذلك، انه اصبحت اتهامات واضحة وصريحة لجبهة الانقاذ بشكل عام ولحزب الدستور بشكل خاص بممارسة العنف او الدعوة اليه بشكل صريح. لا، هي الجبهة الانقاذ العنف ده الاول كانت سلمية، يعني يوم 25 يناير 2013 كانت سلمية تمام. لما تجاهلها الدكتور مرسي تماما فهتتحول للعنف، الجماهير نفسها بتتحول للعنف. ليه؟ لانهم تعرضوا للنصب من مرشحهم لرئاسة الجمهورية. قال لهم ان انا احل لكم مشاكلكم الخمسة الاساسية في 100 يوم وهجيب لكم 200 مليار دولار من بره وهتعيشوا في رخاء. وكل الكلام ده طلع ان هو كذب. فالناس حاسين بانهم اتضحك عليهم زي النصاب اللي بيبيع لا اسمح هو انا بس ارجو من حضرتك يعني عدم التجريح في الاشخاص. احنا هنحذف التوصيف ده من مطبط الحوار بعدين. ماشي، بس انا يعني
انا بس بسال حضرتك دلوقتي، حزب زي حزب الوسط له تواجد في الشارع، عندما يعلن سحب جميع مبادراته للحوار او التقريب بين وجهتي النظر المعارضه ومؤسسه الرئاسه، ومعنا دكتور عمرو عادل عضو الهيئه العليا لحزب الوسط، ارجع سحب الحزب لهذه المبادرات لادانه واضحه وصريحه او يقين او رؤيه بدات تتبلور لدى الحزب انه المعارضه ليست جديه في او ليس لديها رغبه جديه في الحوار، وانما فقط هدفها افشال دكتور مرسي؟ لا، المعارضه ما هيش تغدى الافشال اطلاقا. هو الشعب المصري نتيجه التدهور بس حضرتك مش هتكلم باسم الشعب المصري كتير يعني. الشعب المصري يعني هديك فرصه استطيع ان اتحدث عن نفسه حد. لكن هم لو الشعب المصري وياهم كان زمانهم طلعوا يعني حاول الشارع الحرب اهليه عشان هديك والله فرصه تعقب يعني. اتفضل يا دكتور. الشعب المصري لو وياهم كان وقف جنبهم ضد البلطجيه، لكن الشعب المصري في يعني يا اما طلع في المظاهرات يا اما بيتفرج. هو قبل ما اسيب حضرتك يعني دكتور عمرو معايا هنا في الاستوديو بيقول لحضرتك ما حدش يتكلم باسم الشعب المصري، يعني ما حدش ادى حضراتكم مع كامل احترامي وتقديري. انا ما بتكلمش باسم الشعب المصري، لكن انا بقول لك ان الشعب المصري اذا كان وياهم انا بحلل اللي اتعمل. نعم كان طلع ضد البلطجيه. نعم اشكرك اشكرك شكرا جزيلا ومعذره لضيق الوقت دكتور مدحت خفاجي عضو حزب الدستور. قال من تعقيب مره اخرى لا احد يتحدث باسم الشعب المصري. الشعب المصري هو قال لحضرتك ما تتكلمش باسمه، ده هو بيفرض فرض جدلي انه الشعب الجدلي ان يعني ينزل الشارع تموتر بعضها في الشارع، يعني هل هو الحل البديل الذي يريده الدكتور هو ان ينزل؟ لا هو طبعا هو سألنا بس انا برضه اعيد طرح فرض بشكل او باخر اللي قال انه حاله الغضب الموجوده في الشارع ديت مش هي بس فقط جبهه الانقاذ، هو شايف انه ده غضب شعبي وعلى مؤسسه الرئاسه او من في الحكم ان يعي ان ما يحدث الان حتى لو في غضب لا تحركه ايدي معينه او اصابع معينه ولكنه غضب شعبي. الغضب الشعبي ما بينزلش في الشارع بالسنج والمطاوي والملطوف والسيوف وما غير ذلك من الادوات القتال، ده مش غضب شعبي. الغضب الشعبي اللي شفناه في ثوره 25 يناير دي هي الكتله اللي نزلت وقامت بالثوره فعلا، اما الكتله اللي بتنزل الان انا ما اعتقدش ان في ثائر، كان في ناس محترمين جدا موجودين وبيعبروا عن رايهم، لكن هناك كتل منظمه وبتتحرك بالسلاح وبتشوه اي صوره جميله كانت للاسف الشديد يعني. فبالتالي اولا لا يتحدث احد باسم الشعب المصري، الحاجه الثانيه ان الشعب المصري اوعى بكثير واعلم بما يضار له. الحاجه الثالثه ان محاوله هدم الشرعيه محاوله فاشله ومحاوله لن تنجح، والمعارضه لابد ان تكون جزء اصيل من بناء الدوله. نعم. القضيه ليست قضيه سلطه، القضيه قضيه اليات ديمقراطيه وقضيه تداول سلطه. ما دام هناك يعني دلوقتي طب لو حصل وبعد 4 سنين جاء رئيس جمهوريه اخر من تيار اخر، هل التيار الاسلامي في الاخوان المسلمين او غيرهم ينزلوا يقعدوا يعيقوا هذا التيار طول مده حكمه ونفضل من فشل لفشل؟ هل سقوط رغبه بعض البعض في اسقاط الاخوان تسقط معهم الدوله؟ هل ده منطقي؟ اذا الحقيقه الاحترام الاليات الديمقراطيه هو الحل الامثل للمسلمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا في هذا الحوار، وان شاء الله يكون في لقاءات اخرى تكون في متسع اكثر من الوقت باذن الله. شكرا جزيلا للدكتور عمرو عادل عضو الهيئه العليا لحزب الوسط. شكرا الكرام، بهذا ننهي حلقه الليله، وغدا باذن الله تجدد اللقاء، موضوعات جديده نطرحها للنقاش فقط من هنا من القاهره. الى اللقاء.